في الحقيقة أن نتحدث عن الفجوة أو اقتراب وجود الفجوة من انسحاب حاملات الطائرات أو عدم تواجد عسكري كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو تحالف الازدهار لتغطية الحرب مع ميليشيا الحوثي واستمرار تدفق الحاويات في البحر الأحمر. للأسف مع كل الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة مع أكثر من مليار دولار التكاليف ما قامت به في داخل البحر الأحمر ضد الحوثيين، ومع ذلك 90% من نشاط الحاويات توقف عن مرور في البحر الأحمر، ما بالك ونحن نتحدث عن أيضا انسحابات قد تتم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتماهيها وعدم جديتها فعليا في إيقاف ميليشيا الحوثي. اليوم الحوثيين يعلنون عن استخدام الوقود الصلب في صواريخ جديدة، ومع ذلك وهذا يدل على أن كل العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة ليست بتلك الفعالية، وربما التأثير ربما قد يصل إلى 20% فقط من قدرات ميليشيا الحوثي، ولكن هناك تزايد، هناك تحولات أيضا في الجانب العسكري واستخدام الوقود الصلب بالنسبة للصواريخ. التأثير الاقتصادي الكبير في المقام الأول تضررت به اليمن والدول التي على البحر الأحمر، وخصوصا أيضا في المرتبة الثانية جمهورية مصر العربية التي ربما أكثر من 60% من السفن توقفت عن المرور في قناة السويس. هذه التداعيات المستمرة والخوف من وجود الفجوة ومعهد واشنطن، التقرير يؤكد على أن كل ما قامت به الولايات المتحدة ليس بدا جدوى أمام المعركة الحقيقية، أمام ما تقوم به إيران عبر ميليشيا الحوثي. الضغط الذي تستمر أو تدفع به عبر الميليشيا لا تستطيع أن تدفعه عبر ميليشيات أخرى، حتى مع حزب الله يذهبون اليوم يقول أن هناك ربما دعوة إلى وقف إطلاق النار وما إلى ذلك، لكن استمرار ميليشيا الحوثي بالهجمات على السفن ودعوتها إلى أيضا أن صواريخها قد تصل إلى البحر المتوسط، كل ذلك والتواجد أيضا في داخل العراق يدل على أن الميليشيا تحضر إلى أعمال جديدة وكبيرة. والولايات المتحدة نتحدث عن فجوة قد تقوم في خلال الفترة القادمة من عدم جدية الجانب العسكري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. عندما ما يقول معهد واشنطن أنه يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على شركائها العرب والأوروبيين الأكثر تضررا، هل من الممكن، وهنا أتحدث عن الوجود الأوروبي في البحر الأحمر، فعلا أن يغير الأوروبيون من طبيعة وجودهم في البحر الأحمر؟ وهم قالوا منذ البداية نحن لن نقوم إلا بعمليات دفاعية، هل هذا متوقع بعد كل هذه الشهور؟ لا أعتقد أن سيكون هناك تحولات في الموقف الأوروبي. التقارير تشير إلى أن العمليات الأوروبية كلها ستسير نحو عمليات حماية السفن فقط وليس الهجوم المباشر على ميليشيا الحوثي. فقط تحالف ازدهار مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي تقوم بالعمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي، بقية الدول ستكون خصوصا الاتحاد الأوروبي تواجدهم فقط نوع من الحماية، ولم يؤثر ذلك بشكل كبير هذا التواجد أيضا حتى على حماية السفن. هناك سفن بدأ يعني تغرق، هناك سفن تصاب في سواء كان في البحر الأحمر أو خليج عدن والمحيط الهندي. هناك تخابر أيضا من قبل الميليشيا الحوثي وتنسيق مع أيضا الشباب في الصومال لتوسيع رقعة الصراع واستهدافاتهم في المحيط الهندي وبحر العرب. كل ذلك وهذه الدول أعتقد أنها ستدخل في هذا الإطار في العمليات العسكرية، وهم يدركون أنها ليست ذات جدوى، لأن الميليشيا الحوثي وإيران توقعوا أن يكون هناك ضربات من قبل الولايات المتحدة، وقاموا بنقل وتوزيع الأسلحة في أكثر من منطقة في مناطق عدة في داخل اليمن، وبالتالي سيكون هناك من الصعوبة استهداف طائرات مسيرة ممكن أن تطلق من أي رقعة
من المسافة أو المساحة الواسعة لليمن. لذلك وأيضا الصواريخ في قبل يومين تم إطلاق صواريخ من المحويت، وهي كانت تستخدم صواريخ من الحديدة أو من تعز أو من البيضاء، استخدمت أيضا الآن من المحويت. ولذلك نقول أن اتساع الرقعة الأرض وتوزيع الصواريخ لن يكون من السهل عملية استهداف وتحقيق نتائج مميزة. النتيجة الوحيدة التي موجودة أمامنا هي أن 90% من الحاويات توقفت عن المرور في البحر الأحمر. هذا فقط يعني النتائج التي حصلت من جراء عمليات التدخل الأمريكي البريطاني.